السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الشيخ البوسناوي الشيخ صالح في مصر في هذه الحلقة الخامسة تقريبا. بعض الأحزاب السياسية دعتنا لنحضر عندها نتكلم على الغداء، منهم حزب العمل اللي كان رئيسه دعانا في بيته يعني أو في شقته في الجيزة يعني، وكان راجل محترم جدا وكان داعي قيادات كثيرة جدا سياسية موجودة من أحزاب أخرى إلى آخره. وسعدنا بهذا اللقاء لأن كان في ناس كثيرة جدا مهتمة بقضية البوسنة ومهتمة عايزة تعرف إيه عن قضية البوسنة. وكذلك دعونا بتوع يعني حزب الوفد اللي هو يعتبر نفسه هو حزب الأمة المصرية أو أكبر أقدم حزب في مصر إلى آخره. وبرضك يعني لبينا الدعوة، لكن كان حزب الوفد كان في يوميها احنا كان في سفر لمدينة المنوفية أو اللي هو محافظة المنوفية، وأنا ما سافرتش معاهم للأسف يعني. كنت منتظر وأروح عشان أخده بالليل ونروح على إيه عند السيد ياسين أو ياسين سراج الدين، هو الأخ الأصغر لفؤاد سراج الدين باشا اللي هو كان أصلا وزير الداخلية في مصر في حكم الملك فاروق. وللأسف يعني قعدنا ننتظر ننتظر ننتظر، الناس ما جوش من المنوفية إلا عند الساعة 10، وكان طبعا الناس العزومة الكبيرة اللي كان عاملها اللي هو اللي كان عاملها مين يا رب اللي كان عاملها الأستاذ السيد فؤاد سراج الدين باشا وياسين سراج الدين أخوه وقيادات حزب الوفد، ان هم الشيخ اللي مدعو ما وصلش عندهم. فطبعا انا كنت محرج جدا 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 التصرف هذا، لان طبعا المحاضره هتقال شيء لكن قيادات الاحزاب السياسيه المؤثره في مصر وفي مجتمعاتها دي، خاصه ده حزب يعني يعتبر من احزاب الراسماليه في مصر. فروحنا السيد ياسين سراج الدين في الشقه بتاعته الفيلا بتاعته في العماره في الجيزه، وانتظرنا له انا والشيخ. وبعد كده يعني مش عارف كان تصرف غير كريم من الشخص اللي كان بيرتب المواعيد بتاعتنا هنا. في مثلا حاجه تانية حصلت ايضا، ان احنا كنا بننتظر احدى المذيعات من التلفزيون عشان تيجي تسجل معانا لقاء، واحنا موجودين في النقابه وقعدنا ننتظر نص ساعه 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 وين، وبعدين الست ما جاتش. فطبعا يعني هي الست كان شكلها كده حلو واحنا خارجين من النقابه وكانت هي داخله، فطبعا هي لابسه شيك وحاجه حلوه كده وبتاع ده وفرحانه بنفسها بتقول انا جيت، قلنا لها واحنا ماشيين. فاحترمت الشيخ الوقت ده وقلت له مش عايز نعمل معاك لقاء، نحترم مواعيدك نبقى نحترم ايه الكلام معاك. في الزياره دي بفضل الله سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر استطعنا اننا نزور من؟ استطعنا اننا نزور السيد عمرو موسى كان وزير الخارجيه، واستطعنا اننا نزور وزير الصحه، واستطعنا اننا نزور رئيس الوزراء اللي هو كان دكتور عاطف صدقي، واستطعنا ان نزور وزير الاوقاف، واستطعنا نزور الشيخ الازهر، وكان الدكتور رئيس الجمهوريه اللي هو حسني مبارك كان موجود في سوريا وكان جاي. فكان في ترتيبات من قبل لكن ما حصلش نصيب في اللقاء بتاع، كانت اللقاء. وطبعا قابلنا ناس في جمعيات كثيره في البلد من الشخصيات العامة في المحاضرات العامة، من الفنانين والفنانات زي مثلا شمس البارودي، زي شادية، زي الشاعرة عليها الجعار يعني، وغيرهم 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 اللي هم جم يسمعوا المحاضرات بتاعت الكلام بتاع الشيخ، وتبرعوا تبرعات سخية للجنة الإغاثة التابعة لنقابة الأطباء. شوفوا من يعني هذه الرحلة اللي استمرت حوالي 6 أسابيع أو 7 أسابيع منذ أن كنا في البوسنة في شهر مايو إلى منتصف شهر يوليا، يعني هو تارك أهله وأنا تارك برضك الأهل إلى آخره، وربنا يوفقنا أن نروح بريطانيا ومن بريطانيا لقطر ومن قطر للبحرين ومن البحرين للإمارات ومن الإمارات للكويت ومن الكويت لمصر، وفي مصر يكلل جهودنا بهذا النجاح العظيم. يبقى ده أكيد ربنا هو مرتب أشياء لا نستطيع أن نرتبها. لو نظرنا إلى إعادة عمل هذه الرحلة مرة أخرى مرة أخرى وتانية وتالتة ورابعة بعمل إمكانيات غير عادية للتواصل والتكامل وكل الحاجات دي، لن ترتب كما رتبها الله سبحانه وتعالى لنا
في هذا الوقت الغير عادي الغير عادي الغير عادي الغير عادي، إذاعة وتلفزيون ومحاضرات وسفر ومدن ولقاءات إلى آخره، وده التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى أهلينا في هذه الرحلة المباركة اللي أنا بعتبرها يعتبر يعني جزء من الأشياء المهمة جدا في بناء مسيرة الإغاثة الإسلامية على مستوى العالم، اللي هي قضية البوسنة. كذلك يعني بنتكلم عن هذا الأمر، بنتكلم عن نقاء النوايا وصفاء النفوس اللي موجودة معانا في داخل هذه، برغم كل بعض الملاحظات اللي أنا قلتها في اللقاء، إلا أن الحمد لله لو لم تكن هذه النفوس صافية عندك في كل ما كانت، حتى لو اختلفنا بعض وجهات النظر، لما كنا نجحنا مثل هذا النجاح دون ترتيب دون ترتيب دون ترتيب. وجزاكم الله خير، وكانت أمتع 6 أو 7 أسابيع أنا عديتهم في حياتي في العمل الإغاثي والعمل التواصل ما بين 5 أو 6 دول: مصر، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، بريطانيا. حاولنا نتصل طبعا بالسعودية وإحنا موجودين في الكويت، لكن ما قالوا بقى الدنيا صيف وبتاع ده، ونأخذوا الأجازات بتاعتهم وما كملناش معاهم إلى آخره. أنا أشكركم في صبركم عليا في هذه اللقاءات البوسنوية، وأنا أراكم في حلقة أخرى إن شاء الله. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.